كانت تلك أيضا المرة الأولى التي يتقدم فيها إلى رئاسة الجمهورية بعد الوزارة والنيابة. شيخ بيير كان قصة رئاسة الجمهورية هي من المسائل يلي من الأحلام المتكسرة عنده، وحاول على الأقل بال64 وبال70 بمرتين ترشح وضل الآخر مرشح، بس ما نجح بهذا الشيء، وأنا برأيي ثأر لنفسه من خلال أولاده. كان شارل حلو الرئيس المليء والضاحك مزيجا من الرئيس بشار الخوري والمفكر ميشيل شيحة والكاتب الفرنسي فرانسوا مورياك. وازن بين الشهبية ونقيضها، ورفض أن يكون مجرد مرحلة انتقالية لبنانية وسط مرحلة عربية ودولية عاصفة بالتوترات والتيارات الثورية والفكرية والثقافية التي لفحت أيضا كتائب بيير لجميل. بالستينات بلش يصير في طرح فكري، يعني بلش الصراع الفكري بين الشيوعية والاشتراكية من جهة والأنظمة الليبرالية من جهة، يعني دخل الاتحاد السوفيتي العالم العربي وبلش صراع الأنظمة، وصارت معظم الأنظمة العربية ذات طابع اشتراكي. لبنان وبعض الدول العربية كانوا عم بيحافظوا على النظام الليبرالي، صار في صراع العقائد. هذا الصراع الإيديولوجي الكتائب ما عندها إيديولوجية تترد عليه. في كثير يحاولوا أنه يشوفوا هالحزب كبير، حركة كبيرة يا عمي، كيف ما عنده إيديولوجية؟ وأنا من اللي هيك مثلا، أنه لأنه عم ندخل بجدال مع الشيوعيين ومع الحزب القومي وبيطلعوا لنا بنظريات نحن ما عندنا شيء. تحس أنه يا عمي يعطونا شيء. يجي مثلا دوار صعب يا عمي فيها نظرية إيمانويل مونيه وبلش يكتب عنها وهو مسلم أكسيون، نبسط احنا فيها. بالنهاية ما يبقى شيء. تحت ضغط الظرف الفكري والحركة السياسية بلشوا يشعروا الكتائبيين خاصة الطلاب والشباب بالجامعات انه في بوجهن عقيدة قومية عربية تتمثل بعبد الناصر، عقيدة قومية سورية تتمثل بالحزب القومي السوري، عقيدة شيوعية تتمثل بالحزب الشيوعي، عقيدة اشتراكية، وكلها عقائد لها أجوبة على كل أسئلة الوجود، يعني من وجود الله إلى القضية الاجتماعية. الكتائب ما عندها، كان عندها أفكار، عندها برامج، عندها اقتراحات، بس ما عندها عقيدة. كان في كتير ناس كتبوا أشياء جيدة، وبعدين إجا رعيلنا كتير كتير ساهم وكتب كتير، إنما كانت أشياء متفرقة، مداخلات في المؤتمرات، كتابات، مقالات إلى آخره. لا، أنطوان نجم جمعها تحت عنوان العقيدة الكتائبية. فإجا بتفكير أنه في عقيدة ثالثة ما بين الرأسمالية والاشتراكية، هي الشخصانية التي كانت تتمثل بإيمانويل مونيه في تلك المرحلة. فحاول يأخذ أفكار إيمانويل مونيه يدخلها ويفسر أنه الكتائب ممكن يكون عندها عقيدة اسمها العقيدة التوافقية ما بين الحرية يلي بتمثلها الليبرالية والعدالة يلي بتمثلها الاشتراكية. عندما موريس جميل وأنا تصدينا لهذه التسمية، لأنه اعتبرنا، وهذا كان بالستينات، الشيخ موريس بوقتها كان فكره أنه العالم، نحن رايحين على الحج والناس راجعة من الحج، يعني من بعد ما أوشكت العقائد أنه تسقط بمعناها الكلي أكيد للكلمة، نحن جايين ناخد عقيدة. هون اللي لعب دور كبير في المجال أيضا موريس جميل، اللي كان يقول أنه التكنولوجيا تخطت الإيديولوجيا، وبالتالي ما في حزب إيديولوجي، في حركة حزبية تأخذ بكل التطورات. بس كل يسته هذا كان عم يمشي مثل كأنه بيير جميل أنه معلش يعمله، بس هو عنده ما هالاشياء ما بتعني، مش انه ما بتعني له شيء، عنده الكتائب يا اخي حركه لبنانيه وطنيه بدها تحافظ على التوازن الاسلامي المسيحي، لانه بلال المسيحيين ما قالوا المصير هون ولا بيبقى حدا منهم هون. انا بتذكر كثير منيح عملنا شيء اجتماعين ثلاثه مع الشيخ بيير بهذا. اذكر في الاجتماع الاخير
قال فيه ما يلي: يلي عملتوه ممتاز، ولكن أنا ما بدي أدخل في سجن العقائد، هيدا حبس. أنا ما مستعد ولا حط لبنان ولا حط حزب الكتائب بقولبه. أنا بدي، أنتوا بتفكروا هيك، هيدا التفكير جيد، ولكن هيدا التفكير يبقى على مستوى الكتائبيين ولا تتبنيه الكتائب. وغلق، أنا ما بعرف إذا قري ذاك الكتاب أو ما قري، سكروا سلمنا إياه. ومن ذلك التاريخ كان يقول فيكم تبشروا بهالفكر لأنه جيد، ولكن أنا لا أتبنى هذه الفلسفة. أنا كرئيس مصلحة طب كنت أقدر كوكب كتائب، مش الكتائبيين، ما كانت المشكلة بالكتائبيين، كوكب الحركة الطلابية حول الشيخ موريس، سواء على المستوى الجامعات ومختلف الجامعات، أكثر من أنه أجذبها بواسطة الشيخ بيير. وبالتالي نحن بلشنا نستخدم الشيخ موريس كرمز إلنا كتائبي، بما يجذب من أفكار متقدمة ومستقبلية وعصرية سبقت العالم. انضم إلى هذه المدرسة مجموعة، أذكر منهم الآن كريم بكرادوني، خليل نادر، لويس حنيني، ليلى حاوي، ميشيل سماحة، يعني هودي اللي عم بذكرهم هلا، هودي اللي واظبوا فعلا. انا اذكر انه الشيخ موريس لما كان يقول بدنا نعمل بنك الادمغه كانوا يضحكوا عليه، هي الانترنت بالنهايه، كان يفسرها، بس كان عم يفسرها 20 سنه قبل بيل جيتس. هذه الافكار المتقدمه كانت جاذبه. الشيخ بيير كان يتضايق من هذه المساله، يعني هو كزعيم بالحزب، هو ماسك الحزب، هو ماسك السلطه، هو يلي معترف به، كان يتضايق أن يرى مجموعات الشباب والطلاب تتكوكب حياة الشيخ موريس. بعتقد أنه تركونا نشتغل بس ليؤمنوا عملية تبرج فكري للكتائب، تبرج خارجي، إنما ما نفذوا ولا مرة ولا حبوا ينفذوا إلى أعماق هذا الفكر وأن يستوعبوه ويستعملوه. وهي عملتنا مشاكل، انعكست مشاكل علينا بمصلحة الطلاب، اعتبروا انه مصلحة الطلاب موريسية النهج، في حين انه كانت القوى النظامية ذات نهج مع الشيخ بيير، وصار في تناقض في مرحلة ما بين القوى النظامية ومصلحة الطلاب. كان موريس لجميل نسيب الشيخ بيير وشقيق الشيخة جنفييف، نموذجا مختلفا في العائلة والحزب والوطن، ساهم في نشأة الكتائب وتطورها التنظيمي والسياسي، لكنه شكل في مراحل مختلفة في الحزب والنيابة والحكومة قطبا نقيضا وحالة صراعية ضمنية راقبها بيير لجميل بحذر. ابن بيير جميل وموريس جميل يتكاملان، أو كان يجب أن يتكاملا ليكون الحزب حزبا عصريا حديثا راقيا. المشكلة، المأزق اللي انوجد والمشكلة أو الأزمة، هي أنه لم يتكاملا، لم يسمح بهذا التكامل. الشيخ موريس كان تلميذ السوربون، عمل فلسفي، عمل قانون، كان دكتور بالقانون، وكان ملم بأمور كونية بكل معنى الكلمة، كان خبير باليونسكو، وكان عمل كذلك أمر أمين رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة التغذية العالمية FAO، مركزة بروما، المؤسسة الدولية، وكان شخصيتهم تختلف تماما. المشكلة مع بين الشيخ موريس والشيخ بيير هي مشكلة طبع بالأول. بقدر ما كان الشيخ بيير رجل فعل، بقدر ما كان الشيخ موريس رجل فكر، وكان في هذه العلاقة بين الحاكم والمثقف، يعني حتى داخل هذا الحزب. وبالتالي كان في نوعين من العلاقه، علاقه مزاج، الشيخ بيير بحب الامور البسيطه واللي بتتنفذ على الارض، الشيخ موريس يحب المسائل الفكريه الواسعه المستقبليه يلي بتتنفذ بعد 20 سنه. كان هيدي. والامر الثاني طبعا كان صراع
أيضا سياسي. أنا بعتقد أنه ما كان في تنافس شخصي، إنما كان في واقع أنه بيير جميل كان يقدم القضايا الوطنية على القضايا الأخرى، يعني على السياسات. كان يهمه أن يبقى لبنان أولا سيدا حرا مستقلا قبل أن يعرف كيف يجب أن يدار لبنان ليصبح دولة حديثة ومزدهرة. إذن لديه كان أولويات. الشيخ موريس كان بوقته إذا صح التعبير ظاهرة خارج المجتمع، خارج الزمن، يعني سابق عصره. يعني مش هناك كان الشيخ موريس الله يرحمه بخلاف، مش بس بداخل الكتائب يعني مع الأشخاص، مع كل الطبقة السياسية بالبلد. يعني كان إذا حكي ما يخلي حدا من شره، يقول له شيخ بيير والكاموريس بدك ارحام الناس، يعني كليتهم عم تسقطوا بالمنخوت. بس بالنهاية صار في تعايش بين إنه الشيخ موريس كان دائما وبكل مداخلاته بالمؤتمرات يعني يعترف بزعامة الشيخ بيير، والشيخ بيير كان دائما بحركته كان يعترف بالأفكار الخلاقة أو المشاريع، خاصة التصميم والمياه والكذا اللي كان يقدمها الشيخ موريس. الاحترام بقي موجوداً